يعني تكاد تكون المأساة السورية واحدة من أكبر المآسي اللي عاش المجتمع البشري يعني منذ الحرب العالمية الثانية على ما أعتقد. يعني لم يتعرض شعب ما إلى ما تعرض له الشعب السوري الحقيقة من قتل وتشريد وانقسام وحرب حروب الحقيقة في الوكالة. وهذا كان الشيء مباغت بالنسبة للسوريين، لأن السوريين لسنين طويلة كانوا هن المضيفين اللي بيستقبلوا غيرهم من المحتاجين واللاجئين والنازحين، وكان السوريين عندهم ثقة بأنه وطنهم حصين ومنيع. لكن فجأة انهار كل شيء، وفجأة لقوا السوريين أنفسهم أمام الموت، واليوم السوريين عم يفكروا بأطفالهم، وانتظروا الحقيقة سنة وسنتين وثلاثة لعله أنه يكون في حل سياسي في سوريا يعيد الأمور إلى النصابة والناس تعيش في دولة القانون ودولة المساواة والمواطنة. ولكن كل شيء فشل، بل على العكس تنامت الصراعات والحروب وتعقدت جدا لدرجة أصبحت غير مفهومة بالنسبة للإنسان السوري البسيط. فلم يجد الإنسان السوري إلا اللجوء إنقاذا لأطفاله. السوريون اليوم يفكرون بأطفالهم، لا يفكرون بأنفسهم، فهي مأساة كبرى. والحقيقة أنه في عالم الإعلام اليوم والفضائيات والبث المباشر والأقمار الصناعية نشاهد هذه المأساة لايف أمام العالم كله دون أن يكون هناك الحقيقة استجابة أخلاقية وإنسانية وسياسية من هذا العالم بما يتناسب مع المأساة التي يعيشها. على ذكر الاستجابة سيد جمال سليمان، يعني خلال اليومين الماضيين يعني ما لفت انتباه وسائل الإعلام الرسالة التي وجهتها إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. في الحقيقة كانت رسالة مختصرة جدا، قلت فيها أنا أحترمك. ما الدافع الذي أدى بك إلى كتابة هذه الرسالة؟ لأن السيدة ميركل وجهت رسالة عظيمة ومختصرة أيضا، يعني وجب الرد عليها بهالشكل المختصر والصادق. ورسالة السيدة ميركل كانت صادقة، وقالت بأنه يجب أن لا نتسامح مع أولئك الذين لا يحترمون كرامة الآخرين. الحقيقة أعادت لي شيء من أوروبا التي أعرفها في الستينات والخمسينات والسبعينات. أوروبا القادة السياسيين وزعماء الأحزاب الذين يفكرون بالمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية التي هي أوروبا، أكثر مما يحملون معهم ملفات أرقام حسابية وجداول حسابات وما إلى هنالك من الأرقام. أوروبا التي يعني سطع يعني نور التنوير فيها على العالم، وأوروبا اليوم التي يحاول العالم كله أن يلحق بمفهوم الدولة ومفهوم الإنسانية والمواطنة والمجتمع فيها. الحقيقة أنها تخلت كثيرا عن دورها، القادة السياسيين تخلوا عن دورهم. نادرا جدا ما نسمع قائد سياسي اليوم أوروبي يقول كلمة بهذا الاختصار وهذا العمق وتذكرك ما هي أوروبا حقيقة، أنه لا يجوز التسامح مع أولئك الذين لا يحترمون كرامة الآخرين. هذه الجملة هزتني، وكنت أتمنى أن أسمعها من كثيرين ولكني لم أسمعها الحقيقة.